ايه مي؟ ومين بدنا نعزم كمان؟ كتبت اسم ابو مرهف؟ ابو مرهف؟ لا والله ما كتبته. اكتبه واكتب اسماء اولاد خالتك حسان وعبد الرحمن وسالم. وليش لحتى نعزمهم كلهم؟ بكفي حسان. لا يا امي ما بصير. شو نسيت انه عزموكم السنه الماضيه انت واخوك على عرس اخوهم عبد الرحمن؟ الحق معك. وهي كتبنا عبد الرحمن وحسان وسالم، ورح اعزم ابو ماهر اللي كان جارنا بالحاره القديمه. بقى شو رايك؟ ايه شو عليه، فيك الخير. وبالمعيه عزيم ابو طلال ساروجه صاحبه لابوك الله يرحمه. شو وينه اخوك مهند؟ راح ياخذ اذن للعرس من فرع 999. انه ما كانوا يبطلوننا هالشغلات بقى. والله مو حلوه بحق البلد، لسه كل ما اجتمعوا اثنين بيدحشوا راسهم بيناتهم قريضه. شو بيعرفني؟ وليش ما رحت انت بداله؟ ما بيرضوا، بدهم يشوفوا العريس صاحب العلاقه. وبعدين شو في عنده؟ قال بده يمر على الصاله مشان يدفع رعبون ويثبت الحجز. الو. اهلين مهند، شو وينك انت؟ بالصالة؟ عظيم. ليك ثبت المعازيم على 150. اي نعم. لا 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 ما بدنا نصور، خليهم هنا يدبروا. اي ما بتتذكر الصور اللي صورناها بعرس اختك؟ إيه طلعت سيئة كتير. قلو ما بدنا مصور، المصور اللي صورني بعرس اختك طالعني مثل الزنجية وطالع خالتك ام صبحي مرتين بلا راس. مهند انت لا تجيب مصور، خلاص انا رح جيبه، بعرف مصور صاحبي وشغلته هالشغلة. ايه الله معك، مع السلامة. مين اللي مصور اللي رح تجيبه انت؟ رح جيب مصور صاحبي وبعرفه، اسمه نوري طبشورة، فنان بلقط الصور. تفضل يا انسي، هي 3 كيلو برتقان وهي كيلين تفاح. الله يسلمك، غيره شو بتريدي؟ زكاتك اعطيني 5 جراز بقدونس، خرج التبولة. على عيني وراسي خرج التبولة. ها؟ هلا وصلوني من سوق الهال الله وكيلك، ومن كتر عود المطويل بتقولي عنهم ملوخية. الله يسلم هالإيدين يا رب. لا كزبرة هين. هاي واحدة على البيعة كمان، تفضلي. ها؟ يسلموا. تفضلي. لحظة رح أحط لك إياهم بالكيس. امسكي لقلك امسكي. نقعيهم بالمرمنجانات أضمن. تعرفي لأنه الله يسلمك. تفضلي. قديش بتريد؟ 150 ليرة. هاتي هاتي لقلك، شو بكي ملبكة بحالك أنسي؟ يسلموا. كتر خيرك. أهلين وسهلين ومرحبتين، الله معك. نعمة كريم. عفوا مو هون استوديو الأنوار؟ مزبوط، كان استوديو الأنوار بس هلأ محل خضار. ومو حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ نعم يا سيدي أنا المعلم نوري. شو ما تذكرتني معلم نوري؟ لا والله مين حضرتك ولا صغرة؟ أنا عادل ابن أبو عادل درخوجة، وكنت إجي لعندك أنا وإخواتي ونتصور هون من شي 5 سنين، ومرة حضرتك صورت عرس ابن عمي هاني درخوجة والصور طلعت بتجنن كمان. تذكرتني؟ ايه والله تذكرتك. اهلين وسهلين ومرحبتين سيد عادل. بس ليش هيك حضرتك قالب دكانتك؟ يعني معقولة المصور الفنان يصير خضري؟ ظروف يا استاذ عادل، ظروف. يعني حضرتك ما عاد اشتغلت بالتصوير؟ ما بتصور لنا عرس اخي؟ والله يا اسف يا استاذ عادل، التصوير صار من ذكرياتي. وليش بقى؟ شو السبب؟ القصة طويلة يا استاذ عادل. بس هذا عرس اخي يعني، ونحن بصراحة حاطين كل ثقتنا فيك. آسف حبيبي، يعني لو كان عرس مين ما كان والله ما رح أروح. طيب ليش؟ ممكن أعرف السبب معلم نوري؟ طبعا آسف لإلحاحي بس بصراحة صار عندي فضول حتى أعرف. أخي شغلة التصوير بطلناها، هجرناها، لعناها، وأنا حالف يمين معظم ما مد إيدي على كاميرا وآخذ صورة لحدا طول ما أنا عايش بالوطن هيك لحتى موت واندفس بقبري. سلامتك معلم نوري، سلامتك. بس يعني يا ريت أعرف. حابب تعرف ليش تركت التصوير؟ ايه والله حابب، لانك بصراحة شوقتني. اتفضل احكي لك، تفضل. يلا. شايف هالكاميرا هاي؟ اي نعم.
هي من أشهر الكاميرات العالمية، هي من التوب 10 الموجودة بالعالم. الله وكيلك اشتريتها ب60,000 ليرة. بس كأني شايفة مكسورة. ايه نعم يا سيدي مكسورة، وراح احكي لك ليش مكسورة، والله يكسر ايدين ورجلين يلي كسرها يا حق. هذا يا سيدي من مدة 4 سنين كنت قاعد بالمحل بأمان الله وعم اشتغل. مرحبا معلم. اهلين وسهلين. مور يا حباب. حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ ايه انا نوري. خير؟ شرف، تفضل معنا، ما كتير عنا وقت، تفضل. دوين بدي اتفضل معكم؟ معلمنا ابو هماش بده اياك، تفضل. ومين ابو هشام بلا صغرى؟ ابو هماش ولا؟ ولا عم ترشم حالك يعني؟ هلا ما عاد تعرف مين هو معلمنا ابو هماش؟ لك يخرب بيتك شو حوبي، لك في حدا بهالبلد كله ما بيعرف مين هو ابو هماش؟ صدقوني يا جماعة أنا بعيد عن هالأجواء ولا بعرف لا أبو هماش ولا أبو دفاش. لك يا أجدب، هذا معلمنا أبو هماش اللي رشح حاله للمجلس، ما عرفته؟ أنو مجلس؟ لك راح يطلعني من تيابي. لك شو حمار أنت؟ مو مسألة حمار، بس المجالس عنا بالبلد كتيرة، المجلس البلدي، مجلس الإدارة، مجلس التعاون، المجلس الوطني، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، مجلس الإدارة المحلية، يعني كله جالس بالمجالس والشعب واقف على الرجل وحده. معلمنا أبو هماش رشح حاله لمجلس الشعب، عرفته؟ ليش مصرين أعرفه؟ وسمعت نعام منه ومن هالغاية النبيلة يلي عم يسعاله، بس والله ما عرفته. إيه بسيطة، هلأ بتعرفه. أصبح حطوني العنوان وأنا بلحقكم. قوم اطلع قدامي أحسن ما خربط لك المحل فوقالي تحتاني، اطلع. طيب أمرك ولا يهمك. حاضر يلا بسرعة. يلا وهي جبنا لكم المصور نوري طبشورة. سيدي شرف. احترامي يا سيدي. اهلين معلم نوري، بس ما يكونوا رجالي زعجوك او ضايقوك، اللي الصراحة ما بزعل. لا ابدا، الحقيقة ما زعجوني ابدا، كانوا في منتهى اللطف والاكابرية. بتعرف يا معلم نوري ليش انا بعت وراك؟ لا والله يا سيدي. يعني ما دريت؟ بشو بدي ادرى يا سيدي؟ معقول ما تكون دريت انه انا مرشح حالي للمجلس؟ لا والله يا سيدي ما دريت للاسف. يخرب بيتك، لك البلد كلياتها انطبلت بالقصه والناس عم تهني بعضها بترشيح معلمنا للانتخابات. عفوا للاسف انا بعيد كتير عن هال. باختصار يا نوري، انا دعيتك مشان تساهم معي بالحمله الانتخابيه اللي رح ساويها. انا يا سيدي؟ هو صحيح الكل عم بيقول لي اني بنجح، بس ما بيصير ما اعمل دعايه، ما هيك يا ابو مقص؟ طبعا سيدي ضروري تعملوا دعايه طبعا. لا وخاصه انه خصمي ابو فهد رح يعمل دعايه كبيره وصوره رح تملي الحيطان ورح ينعرف نفس شغلي، فمعقول هو ينجح وينشهر وانا ما حدا يعرف خلقتي؟ معكم حق يا سيدي، بس يا ترى شو المطلوب مني؟ بدي منك ترافقني بهالحمله الانتخابيه وتاخذ لي كم صوره، يعني كميه من الصور، ملون كبير صغير اسود ابيض ما بتفرق. على عيني يا سيدي، بس بصراحة أنا ما بقدر سكر المحل لأنه هلأ شو بدك بالمحل؟ تعطيل المحل على حسابي أنا، قلي لشوف قديش بيطلع لك المحل بالشهر؟ يعني حوالي 20,000 صافي. أصبح راح أعطيك 50,000 ليرة بالشهر، منيح هيك؟ منيح كتير يا سيدي، بس يعني عفوا حق الأفلام والتحميض يعني على مين؟ لا يكن لك فكر، كله علينا وحبة مسك. اسمع يا أبو مص. نعم. من بكرة بتقبض المعلم نوري 50,000 ليرة بدون ما تكتب عليه وصل كمان. حاضر. شلوني معك هيك؟ يا سيدي الله يرزقك ويرزقنا، انتو الخيرين ونحن منستاهل ان شاء الله. ووعد مني اذا نجحت رح اعطيك 100,000 ليرة مكافأة برانية. وبركي ما نجحتوا يا سيدي؟ بركي خرب بيتك، شو ما بتعرف تحكي انت؟ لا معلم، حطت النجاح بجيبته صغيرة. لكن وينك؟ طالما الكاميرا معك خد لي كم صورة. فيها فيلم الكاميرا؟ نعم سيدي فيها فيلم لآخر الأمر. أصبح خذ لي كم صورة وإن شاء الله تكون استفتاحية موفقة. على عيني وراسي. وين وقف لك يا نوري؟ تفضلوا سيدي، تفضلوا لهون لو سمحت. لهون. نعم يا سيدي. نعم. اسم سيدي أكتر. وبهالصورة يا أستاذ عادل علقت وصرت أخذ صور لأبو هماش وهو عم يغرس شجرة وكتبوا تحتها أبو هماش يساهم في تشجير البلاد.
وشي وهو حامل بارودة ولابس لبس المجاهدين وراكب على حصانه كتبوا تحته أبو هماش على طريق التحرير، وشي وهو عم يخطب بالجماهير الشعبية وعم يشرح للأوضاع السياسية بالعالم والمنطقة كتبوا تحته أبو هماش حبيب الملايين والجماهير الشعبية، وشي وهو عم يرقص بالسيف والترس كتبوا تحته أبو هماش يحيي تراث الآباء والأجداد، وشي وهو راجع من العمرة وعم يوزع مصاري على الفقرة وعم يسبح ربه كتبوا تحته أبو هماش في لحظة عبادة وخشوع، وشي مع البدو وشي مع النور وشي الله وكيلك شهرين يا أستاذ عادل وأنا مسكر المحل ومعطل شغلي وعم بدفع مصاري من جيبتي. ليش ما قبضوك 50,000 سلفة مثل ما وعدا؟ تعدمون ما قبضت منهم ولا قرش، وكل ما قلت لهم قبضوني يوعدوني اليوم وبكرة ويقولوا لي شبك شو رح ناكلهم عليه؟ ايه وبعدين شو اللي صار؟ يا سيدي اللي صار انه حلت المصيبة ونزلت الكارثة وسقط البطيخ ابو هماش بالانتخابات ونجح غريمه وخصمه ابو فهد بفارق كبير بالاصوات وانطبشت الشربة براسي وانخرب بيتي. ما عطاك ولا قرش ما هي؟ ما عطاني شي انعطلت شي، جيت حتى طالبه بعد ما طنشني قاموا نصحوني اني ما روح لعنده. وليش بقى؟ صار مثل مجنون، كل ما شاف واحد بطريقه يسبه ويبهدله ويضربه كمان. ايه وشو عملت بهالحالة؟ اكيد ما سكتت عن حقك. مين قال لك؟ وحياتك ما سكتت، رحت لعنده وقلت بركي بحصل شوي من حقي من خسارتي يعني، بس اخ يا ريتني ما رحت. مرحبا. اهلين، شو بدك؟ المعلم ابو هماش هون بالله؟ شو ضربك العمى؟ ما جيت قبل المرة لهو؟ بلا جيت بس لما جابوني يعني ما كنت منتبه. المعلم وينه؟ مو هون. وينه؟ العمى ضربك، شو عم تحقق معي؟ لا مو هذا القصد، بس بدي اياه مشان شغلي ضرورية كتير. شو هالشغلة بقى؟ بصراحة ما بقدر اقول لك اياها الك، وإذا دري هو إنه أنت ما قلت لي وينه رح يزعل منك كتير. ها؟ يا ويلك إذا كنت عم تكذب، سمعت صوت إطلاق النار؟ إيه سمعته. الحق الصوت، بتلاقي المعلم عم يقوص على خصومه. شكرا يا أخ. يا سلام يا أبو هماش، يا سلام يا معلم. المهارة بتتكلم، روح الله يسلم دياتك وإن شاء الله ما في طير بالسماء بيصعب عليك، وإن شاء الله على الأرض تصطاد الغزلان وبالسماء أبو الحن وإنت شو جابك لهون؟ سيدي بصراحة الصراحة أنا جاي عبر لكم عن حزني وألمي يلي ما بنوصف لما سمعت بخبر سقوطكم بالانتخابات. خلاص صلح كلامك، أنا ما رسبت، أنا تشلحت من النيابة تشليح وانسرقت بوضح النهار. معك حق يا معلم، معك حق، يعني كل شيء نجاح انتو احسن منه بكتير. هاي بعرفها، ما في شيء جديد، إلي لشوف ليش جاي لهون. سيدي عفوا، انا إلي بزمتكن كم ليرة، ولو مو كانوا لازميني ما كنت جبت سيرة، بس بيني وبينكن يعني انا متضايق شوي وسيولة بجيبتي ما في. اخراس وكل هوا، انت ما بتستحي على دمك، طقر الحياة من وشك. ليش لا سمح الله يا سيدي؟ قال ليش قال؟ ولك أنا إذا رسبت بالانتخابات بيكون منك. مني أنا؟ طبعا منك، من هالصور الزفتة اللي صورتني إياها. ولك معقول يا بني آدم تصورني وأنا عم بنقص قطة من النار؟ معقول تصورني وأنا عم كب زبالة؟ معقول تصورني وأنا عم صلح حنفية؟ سيدي قلت لحالي يعني بركي بتصير لكم شعبية والناس بتحبكم. بلا ناس بلا بطيخ. لك أبو فهد غريمي عمل صورة واحدة بس، بوز واحد فقط لا غير، هو نجح وانا رسبت، فسر لي اياها لشوف، اعرب لي اياها لشوف. سيدي عفوا لصراحتي، بس يمكن الوسامه والعمر الصغير بيلعبوا دور بالانتخابات. اها الوسامه، يعني هو احلى مني، والله لحلي وبرك عن جلدك، دبرو. لحظه وعينك ما تشوف يا استاذ القتله اللي اكلتها والاهانه اللي بلعتها، تقول لهم تار معي فلتوا علي مثل الوحوش وعلى وين بيوجعك، وما تركوني هيك لحتى وقعت على ورقة وبصمت بالعشرة واعترفت بأنه مالي ولا قرش عند أبو هماش، وكل شي اشتغلته كان تبرع بتبرع، وضليت بالمستشفى أسبوعين والكاميرا انكسرت مثل ما لك شايف.
لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة في هيك ناس؟ لا وهيك ناس بيرشحوا حالهم لمجلس الشعب بعين قوية. طيب هاي قصة أول كاميرا، والكاميرا الثانية شو قصتها؟ أخ يا أستاذ عادل، يا ريتني ببطل هالشغلة من وقت ما صارت معي هالحادثة الملعونة، بس ثقتي وبريق المسؤولين وقعني مرة تانية. هذا يا سيدي بعد شهرين من وقعتي مع أبو هماش المرشح الساقط، إجاني ابن خالتي فاروق الله يسامحه على الاستوديو لهون. مرحبا ابن خالتي. أهلين فاروق، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. إلك ولا للديب؟ خس الديب أمور. معناتها امشي معي بسرعة، امشي. لو ما بدي امشي؟ أبو ضرار الوكيل الأول للمحافظ بده مصور يرافقه على طول ويغطي له أخباره وين ما راح وين ما إجا. ليش وين المصور اللي عنده؟ مات بالجلطة بعيد من هون، وبالصدفة شفت أبو ضرار وقلت له مالك غير نوري طبشورة ابن خالتي، ومدحتك قدامه خيرات الله، قلت له إنك فنان ومزوق، أما قال لي بعت لي إياه، جيب لي إياه بسرعة، بقى امشي معي حتى نشوفه. ودخلك هالشغلة فيها فائدة مالية؟ ولك مادية ومعنوية وجاه ووسايط ومن جميعه، بقى امشي تحرك خلصني، خذ كاميرتك خلينا نتيسر. ماشي يا رزاق يا كريم. يلا اللي فاروق، هذا ابن خالتك اللي حكيت لي عنه؟ اي نعم سيدي، واسمه نوري طبشوره. وبيعرف يصورون للمسؤولين الكبار؟ طبعا سيدي بيعرف، طبعا صار له 30 سنه بهالمهنه. عظيم. فاذا اسمعني يا سيد نوري، انت مثل مالك شايف هلا انه انا وكيل محافظ، وما راح اخبي عليك، انا خلال فتره قصيره جدا رح نط وصير بمركز مهم جدا، لذلك لازم اثبت نشاط وحيويه من هلا. بدي اياك تلحاني على الدعسه، كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما جيت، وتلقط لي صور على كيف كيفك مثلا، وانا جاي على الدوام بكير، وانا عم مدع ضيف كبير او عم بستقبل ضيف كبير، انا عم بتفقد احوال الموظفين بالدائره، وهي الصور بدي اياك تبعث لي اياهم على الجريده، وانا رح اربط ونسق بينك وبين الجريده كمعتمد من قبلي بهذا الشان. هذا من جهة، من جهة تانية أنا رح أعطيك 30,000 ليرة سوري بالشهر، وإذا ترفعت لمنصب أعلى إلك عندي مكافأة محرزة جدا. شو رأيك؟ ماشي الحال سيدي، يلي بتشوفه. معناها رح نبلش من هلأ، يلا خذ لي كمبوز وأنا عم مشي مصالح المواطنين. على عيني أستاذ. فاروق دخل المواطنين. حاضر. وصرت يا أستاذ عادل المصور الخاص لأبو ضرار وكيل المحافظ، وصرت إلحقه محل ما بيروح وقلقط له صور وابعتها للجريدة، شي وهو جاي مبكر على الشغل، وكتبنا تحتها أبو ضرار يأتي إلى الدائرة مبكرا، وشي وهو قاعد ورا مكتبه وعم يوقع معاملات المواطنين، كتبنا تحتها أبو ضرار يوقع معاملات المواطنين، شي وهو عم يقرأ جرايد، كتبنا تحتها أبو ضرار يقرأ ويتابع باهتمام أخبار الوطن والعالم، وصورته كمان يا أستاذ عادل وهو عم يعانق مسؤولين كبار وعم يودعهم بحرارة ودموعه عم تكرش على عرض خدوده، وصورته وهو عم يزور السجن وعم يطلب من المجرمين التوبة والندم، وصورته وهو عم يصلي وراء الإمام وراه مباشرة بالأوقات الخمسة، وصورته كمان وهو عم يرمي حجر على الأرض المحتلة. بس كل هالشي ما نفعني يا أستاذ عادل، وبيظهر إنه إرضاء المسؤولين غاية لا تدرك. ليش بقى؟ شو صار معك؟ يلي صار إنه بليلة منحوسة كنت بالاستوديو عم حمد فيلم، لقطه لأبو ضرار وهو عم يزور دار العجزة وملجأ الأيتام، وإذ بالتليفون يقرع. ألو. أهلين أبو وفي. بده ياك المعلم أبو ضرار فوراً. يا بس هلأ ساعة واحدة بعد نص الليل وأنا عندي شغل. إن شاء الله يكون الصبح، تعا فوراً. طب قل له أني عم حمض له فيلم ملجأ الأيتام وبدي كبر له صورته وهو عم يتغدى مع المعوقين. ولك أنت ما بتفهم؟ شو؟ لحظة بس لك بس لا البس الصباط لك لا يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً بمصورنا العظيم، أنا تشرفت والله يا سيد نوري. الله يخليك يا معلمنا.
وليش ما اجيت فورا لما خبرك سكرتير ابو وفيق ولا؟ سيدي كنت عم حمي ضل. كذاب! انت واحد كذاب! سيدي الله الوكيل، كنت بدي حمض لكم الفيلم يلي اخذت لكم اياه اليوم لما زرتوا دار العجزه وملجا الايتام. ولك انا اللي رح صير عجز يتيم بعد السيد الوزير وانا اشوف صوتي بالاجتماع وانا نايم، ولك الله يخرب بيتك، لك كيف لا تقول لي كيف؟ شوف شوف. طيب 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 سيدي. سيدي والله ما انتبهت. كذاب! ولك انت واحد كذاب، اكيد في حدا مسلطك علي ودافع لك مصاري كمان. الله وكيلك يا سيدي، شغله صارت صدفه بصدفه. صدفه؟ شو صدفه بقى؟ ها؟ يعني معقول تصورني وانا نايم باجتماع هام للسيد الوزير وهو عم يخطب عن مخاطر العولمه؟ ولك بكره اذا شاف سيد الوزير هالصوره واكيد اكيد رح يشوفها. ولك شو بدول عني؟ ها؟ شو بدول عني؟ اكيد رح ينقلني على الصحراء شي مدير ناحيه. سيدي انا والله قل لي بقى، هي الكاميرا يلي صورتني فيها؟ نعم يا سيدي، بس قسما بالله هالكاميرا ما لها ذنب. هاتوها لشوف، هاتوها. دخلكم يا سيدي مشان الله، هالكاميرا غالية كثير، على مهلك على مهلك مشان الله. إذا بتريد سيدي الله يخلي لنا يا أجرو. أي وضربوني ضرب يا أستاذ، الله يكسر دياتهم يا حق. يعني لو كنت قاتل أبوهم مو هيك. وقعدت بالمستشفى 20 يوم وطلعت، وبعد ما طلعت حلفت يمين معظم اني ما بقرب على مسؤول ولو دفع لي 1,000,000 ليرة، واشتريت هالكاميرا وقلت بركي بركي يعني بشوف الحظ على وشها. بس للأسف المنحوس منحوس، ولو علقوا بباب ادنه فانوس. المهم اكرهت المحل وصرت لقوة رزقي بالساحات والجناين والمعارض والمتاحف، وصرت اخذ صوره لاثنين بيحبوا بعضهم، طفل عم يلعب جنب النافوره او بركه المي وعم يرمي خبز للبطاط، صوره لرجال بيحب الاثار جنب تمثال بحديقه المتحف، صوره لشخص عن جامع السلطان سليم. وعلى هالمنوال صرت اشتغل، ومضى 2 شهر على هالحاله وانا مبسوط ومروق، لا عم اقرب على مسؤول ولا مسؤول عم يقرب علي. بس اخ يا استاذ عادل، شو بدي اقول؟ شو بدي اقول لك؟ لقلك خير، شو صار معك شي جديد؟ يا سيدي بليلة من الليالي خلصت شغلي وسكرت دكانتي وصرت اتمشى وانا راجع لبيتي تعبان وقلقان. خطر لبالي بالصدفة اني امرق بطريقي على واحد قرصون بيشتغل بملهى القط الاحمر حتى اعطيه صور الهوية اللي وصاني عليها. ودخلت الملهى يا استاذ. سعيد ابو توت هون؟ راح المستودع، ممكن تاخذ لك كم صوره؟ اسف الفيلم خلص وما معي افلام، ممكن انتظروا؟ تفضل شريف.
ابو الكاميرا هونيك؟ ها انا؟ لك ايه انت؟ ليش في حدا هون بالمحل اسمه ابو الكاميرا غيرك؟ يلا تعال. المعلم عم يقول لك قرب، يعني بتقرب. قرب. انت يا ابو الكاميرا خذ لي كم صوره تذكاريه مع المدبوزيل. رك رك خلصني. سيدي انا اسف، الفيلم خالص وما معي افلام. كذاب، انت معك فيلم بس ما بدك تصورني. سيدي الله وكيلكم ما معي. ها شوفوا، ها خالص الفيلم يا سيدي. ولك انت ما بدك تفهم بالذوق. حاضر حاضر سيدي، امرك امرك امرك. طيب طيب هاني يلا. حاضر. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ لك الصور يلي صورته اياهم امبارح بالليل بالملهى شو بنا؟ بس انا ما اخذت الصور للمعلم، هي لمعه فلاش وبس. انت بدك تضحك علينا ولك؟ الله وكيلكم يا جماعه، لمعه فلاش على الفاضي، الكاميرا كانت فاضيه. إيه؟ ما فيها فيلم. لك كذاب ابن كذاب، امشي بعد لعند المعلم. لحظه لك لحظه، لا اقفل المحل. إيه بلا محل بلا امشي. يعني انت ما بدك تقر وين مخبي الصور؟ يا سيدي صدقوني والله ما لي بخبي شيء، والله ما لي بخبي شيء. الشغلة كانت لمعة فلاش. ولك انت ناوي تساوي لي فضيحة مع الرقاصة يا كذاب؟ يا سيدي انا لما ولك لك انا مش كبريهات، انا كنت واقف عم افحص، عم انصح الرقاصة تبطل الشغلة. الله وكيلكم ما اخذت لكم صورة يا سيدي. ولك على هامان يا فرعون، انت لمين بدك تبيع الصور؟ يا سيدي بايش بدي احلف لكم، اني لا بدي بيع صور ولا اني بخبي صور. لكان شو هذا اللي كنت عم تساويه مبارح؟ لمعة فلاش يا سيدي، لمعة فلاش بس. الله وكيلكم كانت الكاميرا فاضية وما فيها فيلم. ما رح أصدقك قد ما حلفت. خدوه عملوا له اللازم لحتى يقروين مخبي الصور. امشي لورجيه. حسن حسن صدقوني يا جماعة، لمعة فلاش لك، لمعة فلاش بس. امشي. لمعة فلاش ولا كانت. وضربوني ضرب يا أستاذ عادل، كأني مغتال أبوهن ومتجوز أمهن، وما تركوني حتى كتبت لهم تعهد أني رجع لهم الصور مع الفيلم النيجاتيف. ليش أنت عندك الصور والنيجاتيف؟ شلون عندي؟ ما قلت لك أنه الكاميرا كانت فاضية وما معي فلان؟ أصبح ليش تعهدت له؟ حتى ما يموتوني من القتل، حاكم هدول ما في بقلبهم لا رحمة ولا شفقة. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ يا جماعه منين بدي اجيبه؟ سأل حالك ولا؟ انت اعترفت انه عندك. صدقوني يا جماعه لمعه فلاش، والله لمعه فلاش. لمعه فلاش اه والله، لا خليك تشوفني بمنامك والله. كل ما رح نجي لعندك رح ناخذ صندوقين هيك لحتى تتذكر وين حاطيت الصور، وبترجعهم مع النيجاتيف كمان. سمعت يا جماعة؟ والله لمعة فلاش، لمعة فلاش، شو بدي أعمل حتى تصدقوني؟ والله لمعة فلاش.
فظاعة فظاعة على الشوب اللي جوا، راح اختنق. حقي ايدك، وانا كمان طبق صدري ودق نفسي. تعالي نقعد هني، رجلي حيتكسروا من الوقفة. طبعا لك مالك متعود على حفلات الكوكتيل. مين قال لي؟ الله وكيلك يا روعة، ما بيمرق علي اسبوع الا وبنعزم فيه مرة او مرتين على حفلة كوكتيل. ومين بيدعي؟ يعني اغلب الدعوات من السفارات. تعال تعال. شو بدي يكون يعني؟ شبكي بتعبتي؟ أكيد قطة. عادي عادي. ليلي، عجبتك الحفلة؟ يعني بصراحة عجبتني مو عجبتني. شلون يعني؟ يعني مراد بيك عازم ناس ما كان المفروض أنه يعزمه. مثل مين؟ مثل رانيا وجوزها. لقيشون هدول؟ شو لقيشون؟ هدول أصدقاء مراد بيك من الروح للروح. وإذا كانوا أصدقائه يعني، صدقني وجودهم بالحفلة مثل العين المقلوعة. ليش شو اللي بدر منهم؟ زعجوكي بشي شغلة مثلا؟ ما فشروا يزعجوني، بس رانيا وجوزها معروفين باللقلقة والانتهازية. دام جاكي مكالمة. عرفتي مين؟ من البيت. هدول أكيد الأولاد. أنا حفوت لجوا، أصلا صار في نسمة برد، مالك فايت لجوا؟ لا لا، أنا حابب أشم لي شوية هواء، بعد شوي بلحقك. أوكي. مين انت؟ ارجيني وشك لشوف، ارجيني وشك. حاضر استاذي حاضر. مين انت وشو عم تساوي هون؟ قسما عظما يا استاذ، اني درويش ومغلوب على امري. صحيح انا مو من بني الانس، بس صدقني اني مقهور مقهور من جوات قلبي. انت شو اسمك؟ شيطان ابليس عبد الرحيم العبقري. وشو عم تعمل هون؟ شو بدي اعمل يعني؟ قاعد عم ألطم وأندب وأتحسر وتمرمر. وليش بقى؟ شو السبب؟ السبب وعدم المؤاخذة هو ثقتي العمياء ببني الإنسان. تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلقوا، وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثقوا. طيب ممكن تحكي لي قصتك حتى أعرف إذا كنت ظالم ولا مظلوم؟ عود عود. ما أمرك أستاذي، رح أعود، بس لا تقول سبحان من بدل غزلاني بقرود. لا لا ولا يهمك، ما رح أقول. لا بتقولوها أنتم معشر البشر، وبتقولوا كمان إذا حضرت الشياطين هربت الملائكة، مع أنه للشياطين فضل كبير على كتير ناس. بقى شو سبب هالعداوة من قبلكم اتجاهنا وكأنه نحن حرف صائد؟ شو سبب هالضغينة والحقد المصبوب علي أنا شخصياً وكأني قدامكم عزرائيل أو إسرائيل؟ طيب في شخص معين خذلك أو مثلاً ما طلع موضع ثقتك؟ طبعاً في، لكن ما في. هو صحيح أنا الشيطان الرجيم اللي فضل كبير على مسؤولين كبار بهالبلد، بس هالإنسان يلي ببالي مجنني، مطير لي عقلي من راسي وحارمني لذة النوم. الله يحرمه لذة الفوت للجنة مثل ما حرمني يا ربي يا حق. ومين هالإنسان بقى؟ يعني ما بتعرفه؟ لا والله ما بعرفه. مينو يعني؟ حبيب قلبك مراد بيك اللي عم يعمل حفلات راقصة وعم يطعميكم لوز وسكر ومسك وعنبر. شو هالحكي؟ مراد بيك؟ نعم هو بذاته، الله لا يورده. يعني هلا انت في علاقة بينك وبين مراد بيه؟ آخ آخ، علاقة وبس، قول صداقة، قرابة، أخوة صميمة. اسمح لي يا شيطان، أنا ما عم صدق أداني منوب. وليش مالك مصدق بقى؟ يعني عدم المؤاخذة، مراد بيك رجل فاضل وإنسان مستقيم، والكل بيشهد له بهالشي. بقى شو جاب الطهارة للقزارة؟ ولك يا محمود، مو اسمك محمود انت؟ بلا، اسمي محمود. انا يا محمود بقزارتي المعهوده
قدرت اتغلغل باعماق الانسان وقلبت له حياته فوقاني تحتاني، والمسكين صار يسمع لي، صار يستعين فيني بالشارده والوارده، وصرت بالنسبه له الخل الوفي، بيأتمر بامري وبيطلب مني المشوره عند الضروره. معقول؟ معقول مراد بيك يكون تلميذك؟ ومن ايمتى صار هالشي؟ صار لي راكبه اكثر من 25 سنه. والله ماني عم صدق. قلت لحصدقني انت الثاني، وليش لحتى ما تصدق؟ ايه انا ضليت ذنبي عقل ادم حتى ياكل التفاحه وطالعته من الجنه، بقى راح اعجز عن هالبني ادم. يعني اذا انا حطيت ابوه تحت باطي، فكرك راح يعجزني هذا الارباطي؟ لا ارجوك لا تحكي هيك عن مراد بيك. الرجل له افضاله الكبيره على هالبلد، وخاصه بمجال التنميه والاقتصاد. التنمية والاقتصاد. قال يا مراد الاقتصاد الوطني، هل تقول لي كيف أصبحت غني؟ لم تهاجر، لم تتاجر، لم ترث عن أبيك الكري غير الرسني. هلا لا تعود تخبص بالفصة، أنا ما بسمح لك بنوبة. وليش لحتى ما تسمح لي يا بخش القلب؟ دفاتر الزلمة عندي، ولا فكرك الغني فرفور وزنبه مغفور؟ ما بسرائي يسود كل مسود مثر، ولكن بالفعال يسود. طيب فهمني فهمني، شو عامل معك الزلمة؟ آخ يا محمود، آخ وألف آخ. قصتي مع هالإنسان قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. لا يبطرنك من حرير موطئ، فلرب ماش في الحرير تعثرا. وإذا الزمان تنكرت أحداثه لأخيك فاذكره عسى أن تذكر. لك هلأ قيمنا من الشعر وقلي شو قصتك مع مراد بيك، نطفت لي قلبي. ها أخي الشعر اختصاصي، ويا مراكب شعراء، حتى المعري الله يرحمه كنت أركبه، لأني أنا شيطان الشعر. المهم شو قصتك مع مراد بيك؟ يا سيدي سيء الذكر، مراد بيك كان أندبوري معتر، بيسوى قشرة بصلة إذا غلي سوقه، فقير مبهدل شرشوح قميء زليل، بس للأمانة والتاريخ الشيطاني كان عفيف النفس، وأنا هدول تبع عفة النفس كتير بيستهوني، لأنه بعرف سلفا أنه قدامي شغل كتير حتى أفسدون. وأنا بكره عيش بطال، فقلت لحالي يا ولد ليش ما بتصاحب هالإنسان؟ وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، يقول لا إن قلت أنت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يعني كنت عم تدور على شخص يطيعك ويجي معه؟ إيه نعم، وبيوم من الأيام مل مراد من هالتعتير وما عاد عنده صبر، وبلحظة ضعف منه استنجد فيني وقال لي أنا يا شيطان بدي صير غني. قلت له ليش يا حبيبي؟ قال لي لأنه بصراحة لما آنست عنده ضعف ركبته فوراً. المهم قال لي شعر كنت راكب صاحبه لما قاله، قال لي يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضاً وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوماً فقيراً عابساً نبحت عليه وكشرت أنيابها. طيب وشلون ساعدته أنت؟ الحقيقة كان هو عم يشتغل إجير سكافي، وأجره يلي بياخده من معلمه غير كافي، وسوست له بشطارتي حتى يسرق من معلمه. وشلون سرقه يعني؟ يعني كان يصلح صرامي بالسر ويحط الغلة بجيبته، ودائما كان يقول لمعلمه السوق دائر وما في زباين، ولما قلعه معلمه اشتغل موظف صغير بالجمارك، وشغلته كانت كشاف، فوسوست له بعبقريتي حتى ياخد رشوة من أصحاب البضايع ويمشيلهم شغلهم، يعني كاسات الكريستال كان يكتب عليها زجاج درجة 10 وعلى المقاييس. ومراد بيك كان يرضى معك دائما؟ المسكين نفسه ضعيفة وإيمانه هش، وأنا بحبهم كتير لهدول تبع الإيمان الهش. الزلمة صار معه قرشين نضاف بفضلي، وتعين بعدها مدير مؤسسة الإسكان المتحدة. ها
هالحكي صحيح؟ مراد بيك كان مدير مؤسسة الإسكان المتحدة. المهم إجا بده يعمل شريف ما قدر، لأني لما استنجد فيني هرولت لعنده، قدمت له مشورتي. وشو كانت مشورتك بقى؟ قلت له يزور عقود، يتلاعب بالصفقات، وسوست له حتى يجيب من برا آلات منسقة وخرطة للكب وسجل أسعاره بالعالي والغالي. ايه وما حدا اشتلق عليه؟ هو لما فاحت ريحته نقلوه وبالمؤسسة الثانية وسوست له حتى يهرب حشيش بقلب أنابيب المي، وصار عنده ثروة للكذب وحدة بوحدة. ايه وبعدين؟ بعدين يا محمود صار عنده أموال ومال كانات، وصاروا يحلفوا برأسه قسم، وأكبر عملية نصب عملها كانت بفضلي أنا. شو هي؟ خليته يحرق ناقلات البترول تبعه وسخرني أنا شخصيا حتى أحرق له إياها، وكانت تقدر بمئات الملايين، ملايين الدولارات. ايه وشو الفائدة يعني؟ الفائدة إنه كان مأمن عليها بمبالغ خيالية، ودفعت له شركات التأمين مبالغ التأمين وهي عم تضحك وتلعب. عمى معقول؟ مثل ما عم قلك، والجريمة الكبرى اللي عملها كانت من تصميمي أنا العبد الفقير. أنو جريمة؟ الجريمة كانت إدخال مواد تموينية فاسدة منتهية الصلاحية من عجنات مرتديلا ومواد حافظة ومأكولات الأطفال ملوثة. قسما بالله أنا مستغرب، معقول يا شيطان يكون وصل لهالثروات ولهالمكانة المالية المرموقة بفضلك؟ لكن بفضل مين؟ طيب لنفترض جدلا أنه هذا الكلام مزبوط، أنت ليش متضايق؟ ليش مزعوج؟ معلوم بدي انزعج يا أخي. أيوة لأنه طلع أرزل منك. يا أخي بيقول المثل رب تلميذ فاق أستاذه. لا 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 مو هذا الموضوع منوب. لكن شو الموضوع؟ آخ يا محمود آخ، الموضوع بيتعلق بقلة الوفاء وانعدام الولاء. ذهب الوفاء وذهاب أمس الذاهب، والناس بين مخاتل وموارب، وقلوبهم محشوة بعقارب. يعني أنت زعلان لأنه ما عزمك على الحفلة؟ فشر ورصاصي خلع رقبته إن شاء الله عمره ما يعزمني. لك أن شو وجعه؟ شوف ناكر المعروف والجاحد الجميل شو كاتب على الفيلا تبعه اللي اشتراها من أيتام قصر بنص ثمنها. شوف بعينك. Oh, my God.